أولاً ارتباطاً بالشأن التربوي واستعداداً للدخول المدرسي المقبل، انطلق برنامج تكوين مهم يستهدف 32 ألف أستاذ وأستاذ عبر جهات المملكة بهدف توسيع نموذج مؤسسات الريادة، وذلك بإضافة 2000 مدرسة عمومية ابتدائية ستستوعب ما يقارب 1 مليون تلميذ وتلميذة. هذه الدورة التكوينية يؤطرها 500 من المفتشين التربويين نتابعوا نموذجا لها من مركز التفتح للتربية والتكوين بمدينة الحاجب. في روبورتاج عبد السلام الخلوي، عماد أمس بير وإبراهيم الغوتي. يأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية تهيئا لتوسيع نموذج مؤسسات الريادة برسم الموسم الدراسي المقبل. مطمح تربوي يتوخى زيادة 2000 مدرسة ابتدائية عمومية على الصعيد الوطني، والتي ستستوعب ما يناهز 1 مليون تلميذ وتلميذة. من خلال التكوين ديال هاد الأساتذة تنهيئهم باش يكونوا يواكبوا التلامذ في تفعيل ممارسات بيداغوجية تربوية جديدة، ومنها ممارسة اللي هي متعلقة بتغل، أي تعليم حسب المستوى المناسب. فمقاربة التدريس وفق المستوى المناسب تهدف إلى مساعدة التلميذات والتلاميذ على تجاوز صعوبات وإكراهات التعلم والتي تعرقل مسارهم الدراسي في السلك الابتدائي. هذا المشروع اللي حامل مجموعة من الإصلاحات للمدرسة المغربية، واللي الهدف دياله الأساسي هو محاربة صورة المتراكمة عند المتعلمين واللي تلاحظوها في المدرسة المغربية. بالنسبة لنا احنا كأساتذة فهو مفيد جدا أننا نتعرفوا على الطريقة هذه وقبل ما نبدأ بالعمل بها. إذن فالمؤسسة ديالنا معنية حتى هي بتدريس الموسم المقبل إن شاء الله بالطريقة ديال التدريس حسب المستويات. الهدف إذن إرساء نموذج جديد لمدرسة عمومية تحقق النجاح والتميز. فهذه الدورة التكوينية انخرط فيها وفي هذه المرحلة الثانية ما مجموعه 16 ألف أستاذة وأستاذ على المستوى الوطني، فرصة لتمكين هؤلاء الأطر من آليات تحسين ممارستهم المهنية داخل الفصل الدراسي.